مرحبا بجميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة. في تحليل وتوقعات مباريات يوم الاثنين، اخترت 5 مقابلات. أول مقابلة بطولة آسيا أندونيسيا العراق، المجموعة تضم كل من المنتخب الياباني بالإضافة إلى فيتنام. اليابان انتصر في أول مقابلة 4-2. آخر مواجهة ما بين المنتخبين انتهت لصالح العراق 5-1 داخل الميدان. آخر 5 مقابلات لكل منتخب، العراق حقق 3 انتصارات، هزيمتين، أندونيسيا 4 هزائم، تعادل. أفضل توقع للمقابلة فوز العراق والحصول على 3 نقاط الأولى في البطولة، هذا هو أفضل توقع للمباراة. المقابلة الثانية، الدوري التركي السوبر ليج، الجولة 20، غالاتا سراي قيصري. ترتيب الناديان، غالاتا سراي الرتبة الثانية 48 نقطة، قيصري في الرتبة الثامنة 29 نقطة. آخر لقاء جمع ما بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي 0-0. آخر 5 مقابلات لكل نادي، قيصري حقق 4 هزائم 1 انتصار، غالاتا سراي 2 تعادلين 2 هزيمة. أفضل توقع للمقابلة، أرشح غالاتا سراي للانتصار بالمباراة، هذا هو أفضل توقع للقاء. المقابلة الثالثة، كأس آسيا ماليزيا الأردن، مجموعة تضم كل من منتخب البحرين بالإضافة إلى كوريا الجنوبية. آخر لقاء جمع ما بين المنتخبين انتهى لصالح الأردن 4-0 داخل الميدان. آخر 5 مقابلات لكل منتخب، الأردن حقق 3 هزائم 1 انتصار 1 تعادل، ماليزيا 3 انتصارات 1 تعادل و 1 هزيمة. مقابلة قوية ما بين المنتخبين، لكن المنتخب الأردني كأنه يلعب داخل الديار، الملعب سيكون مملوء بالجماهير الأردنية والعربية، لذا أفضل توقع أرشح الأردن للفوز بالمقابلة ولو بهدف مقابل 0، هذا هو أفضل توقع للمباراة. المقابلة الرابعة، الدوري الإيطالي الجولة 20، أتلانتا فروزينون. ترتيب الناديان، أتلانتا في الرتبة الثامنة 30 نقطة، فروزينوني في الرتبة 15 19 نقطة. آخر لقاء جمع ما بين الناديان انتهى لصالح فروزينوني 2-1 داخل الميدان. آخر 5 مقابلات لكل نادي، فروزينوني حقق 4 هزائم 1 انتصار، أتلانتا 4 انتصارات 1 تعادل. أفضل توقع للمقابلة فوز أتلانتا باللقاء، هذا هو أفضل توقع للمباراة. المقابلة الخامسة والأخيرة، بطولة إفريقيا، الجزائر أنغولا، المجموعة تضم كل من منتخب موريتانيا بالإضافة إلى بوركينا فاسو. آخر مواجهة جمعت ما بين المنتخبين انتهت بالتعادل السلبي 0-0. آخر 5 مقابلات لكل منتخب، منتخب أنغولا حقق انتصار 4 تعادلات، الجزائر العلامة الكاملة 5 انتصارات. أفضل توقع للمقابلة، أرشح منتخب الجزائر للفوز بنقاط 3 للمباراة، هذا هو أفضل توقع للقاء. الجزائر تنتصر وتفتتح البطولة ب3 نقاط. هذا الأصدقاء أما توقعات وتحليل الـ5 لقاءات يوم الاثنين، حظ موفق للجميع.